خلال 3 شهور سوينا سيرش، عرفنا انه اكو كنيسة مغلقة صار لها 13 سنة، 20 عائلة مسيحية بديالة يضطرون ان يروحون لبغداد حتى يزالون طقوسهم بالاعياد والمناسبات. زين ليش ما احنا نفتح الكنيسة اللي موجودة بديالة وهم يزالون طقوسهم عادي بدون اي تحرج؟ ما هم ديانة حالهم حال باقي الديانات وإلهم الحقوق اللي إلنا واللي لغيرنا. فعلى اثرها بدينا نتواصل ويا منظمات مجتمع مدني دولية ومحلية، متطوعين من ديالة أصدقائنا. نفس الوقت بدينا نتواصل ويا الشرطة المجتمعية ويا حقوق الإنسان، خلينا نبلش نفتح هاي الكنيسة. خلال شهر من 1/12/2018 لحد 1/1/2019 كملنا إعادة تأهيل الكنيسة. بس اللي أنا حسيته بذيك اللحظة أنه مثل اللي كان مضيع كنز قبل سنين وهسه حصل عليه، حسوا انه اكو تعايش، اكو سلام، حسوا انه الارهاب اللي صار كله مو نتيجه اسلام، عرفوا منو اللي وياهم ومنو اللي ضدهم. حسيت بذيك اللحظه يعني المكونات او المجتمعات الصغيره اللي كانت تمثل اسلام بطائفتين ومسيح ذاك المكان هم عباره عن مجتمع كبير نبذ كل شيء اسمه طائفيه وتفرقه بين الاديان. هذا اللي حسيته أثناء الافتتاح، وهذا اللي ثبته الإحساسهم والصلاة والترحيب والفرحة اللي كانت بعيون المسلمين وبعيون المسيح. النجاح اللي حققه إعادة افتتاح كنيسة أم المشورة الصالحة بعد 13 سنة كان ما وصل مستوى النجاح اللي هو وصل لولا الدعم المحلي اللي إحنا حصلناه من الأهالي الصديق والغريب. بدت الكنيسة تصير مقصد كثير من الشباب والفرق التطوعية وحتى الناس العاديين نروح نزورها، نروح نشوف شكو بالكنيسة، نروح نشوف المسيح شلون يزالون طقوسهم. فكثير من الورش والحملات والمبادرات بدت قامت تصير بالكنيسة بحكم انه احنا حابين نعرف المجتمع المحلي والناس على انه احنا عندنا روح مسيحية موجودة بديالة. نبذ شيء انه اسمه دينك وديني، صار كلها تسعى لدين واحد ربه الله وأساس السلام. على هذا الأساس نجحت الكنيسة. الرسالة اللي أريد أوصلها للكل، ودائماً أنا بأغلب اللقاءات قلتها، أنه الإنسان خلق قبل الأديان، نفخة الروح بالإنسان شكل بعدين تقسمت الأديان. فبالتالي أنا مو من حقي ولا من حق أي شخص أنه هو يطمس هوية أي إنسان كان على اختلاف دينه ومذهبه ولونه وعقيدته وأي شيء ثاني. طموحي بمجال السلام أن يكون نساء حالمات لوجو مو بس محلي، لا مركزي ودولي، لأنه من خلال هذا الفريق وصلت صورة حلوة عن ديالة، والنساء ثبتوا وجودهم وبجدارة. من تشوف بنية اليوم تفكر بمجال أنه أني أساعد المقابل بدون مقابل، هذا بحد ذاته إنجاز. من نشوف بنت ملتزمة بنظام داخلي وزي وتحاول توصل رسالة وصورة حلوة عن ديالة، هذا بحد ذاته إنجاز. من نشوف بنت تحدث العادات والتقاليد المفروضة عليها بحكم لا تطبين لا تطلعين لا تحكين صوتك عالي وحاولت توصل رسالة حلوة عن ديالة، هذا بحد ذاته إنجاز. أتمنى أنه الفريق ما يكون إلى صدى بس محلي، هو أكيد إلى صدى على مستوى العراق وأغلب الناس تعرفه، وإن شاء الله راح يوصل مرحلة دولية وينافس ويوصل الرسالة اللي هو يريد يوصلها. الحلوة وبها المفروض احنا حبينا نكسر نمطية هاي الصورة المفروضة على النساء بديالة، انه كوننا جروب صغير بنساء يتبادلون بعضهم الافكار حتى يوصلون رسالة للعراق كله وللعالم انه احنا قادرات على التغيير، احنا قادرات على بناء السلام، احنا قادرات على ايصال رسالة سلام بروح انثوية. حد الان اكو شوية تفرقة بين بعض الفئات، هاي التفرقة ما تحتسب على شخصيات، هاي التفرقة تحتسب على تراكمات اشياء عاشها الشعب العراقي بسبب الارهاب، بسبب الطائفية، بسبب الحروب اللي عاناها. هاي التفرقة من وجهة نظري انه هي نبذت وشبه انه خلص اضمحلت وخلصت بسبب الاعمال اللي احنا بدنا نشتغلها بناء السلام ونشاطات بناء السلام والاشياء اللي بدنا نشتغل عليها في بناء السلام، هي بدها تلغي فكره وجود تفرقه بين المذاهب. فالهدف الاول والاخير انه احنا نضل نشتغل على نفس الطريق بطرق مبتكره جديده حتى نلغي وجود شيء اسمه طائفيه وتفرقه بين المكونات، لان بالتالي قلتها وراح ارجع اقولها، الانسان قبل الاديان، فمو من حق اي شخص انه هو يتحكم بأي شخص ثاني لسبب معين. إلك ديني وإلك دينك وإلي ديني، وخلاص نعيش تحت سماء واحدة ورب واحد. وإن شاء الله راح يكون عندنا أعمال جاية وقادمة تخص الوجود المسيحي بدياله أو تخص كثير من المكونات الثانية.